السلام عليكم، حلقة جديدة في السباق للوصول إلى قبة البرلمان العراقي مع مرشح جديد نحاول أن نعرف به لناخبيه. رحبوا معي بضيفي من عمان المرشح كريم نوري، عفوا من بغداد، المرشح كريم نوري مرشح عن محافظة بغداد تسلسل 22 تحالف الفتح. أستاذ كريم مرحبا بك. حياكم الله، تحية لك أستاذ خالد و لمشاهديكم الكرام. حياك الله. يعني قبل أن نبدأ الحوار، يعني بودنا بطاقة شخصية، ولكن يعني أنت من تحاول التعريف بنفسك لناخبيك، تفضل. بداية أنا يشرفني أن أكون مرشحا عن بغداد. كريم النوري، مواليد 1963، ولادة بغداد، طالب دكتوراه علوم سياسية جامعة بغداد، وحاصل على الماجستير فكر سياسي في العلوم السياسية، معتقل سياسي من 81 إلى 86، وكنت مارست الإعلام. وعند وصول داعش إلى بغداد، إلى حزام بغداد وسقوط الموصل والأنبار، التحقت حتى نهاية داعش وشاركت في أغلب المعارك دفاعا عن العراق والعراقيين. نعم. طيب، يعني هناك سؤال مثلا يعني يذكر من أنه ذهبتم باتجاه يعني كنت متحدث رسمي للحشد، وأصبح يعني برزت للإعلام من خلال هذا المنصب، ثم بعد ذلك تحولتم للجانب السياسي. ما الذي دفعكم للتوجه إلى قبة البرلمان؟ بالتأكيد مرحلة داعش 2014 هي حالة استثنائية، حالة عرضية، وعندما بدأ الانهيار ووصل داعش إلى بغداد، إلى حزام بغداد، حزم الكثيرون حقائبهم للخروج من العراق، وربما شجع ذلك الانهيار، شجع أبو بكر البغدادي ليخطب في بغداد بدل من جامع النور في الموصل، ولكننا حزمنا بنادقنا وذهبنا دفاعا عن العراق. وبالتالي فوجود السلاح كان حالة استثنائية، الاضطرار إليها دفعنا مواجهة داعش، ولكن بعد السيطرة على مناطق العراق والقتال على الحدود، بالتأكيد لابد أن يكون لنا دور، ونحن السياسيون قبل كل شيء سياسي التحق يدافع عن العراق، من حقه أن يعود ليمارس دوره السياسي. ثم هل نترك المجال لغيرنا ممن خلق القطيعة بين الشعب العراقي والمسؤولين، ممن عمق أزمة الثقة بين المواطنين والمسؤولين؟ هذا الحقيقة 3 دورات برلمانية وما زالت حقيقة هناك أزمة، هناك تراجع، ولذلك من حقنا أن نساهم بالتغيير، من حقنا أن نوقف الفساد، أن نواجه الفساد. والذي قادر على مواجهة داعش بالتأكيد لديه القدرة على ضرب الفساد والتغيير، ونحن من حقنا، لأننا بالأساس سياسيون وما زلنا سياسيين، ولكن الذهاب لقتال داعش لا يمنعنا من دورنا السياسي. من حقنا أن يكون لنا دور في البرلمان والتغيير. نحن الذي حفظنا، والعراقيين طبعا والمرجعية والقوات المسلحة، حفظنا وحدة العراق، من حقنا أن نحفظ هيبة الدولة، أن نحفظ أداء البرلمان، أن نوقف الفاسدين والفاشلين. طيب، يعني أنتقل إلى موضوع البرنامج الانتخابي، ولكن بودي أن أسمع منك رؤية كريم النوري لما يريد أن يقوم به، يعني بعيدا عن، يعني ليس بعيدا عن الفتح ولكن بالتناغم، ولكن رؤيتك الشخصية لما يحتاجه العراق. حقيقة فكرة الترشيح ليس رغبة في الامتيازات أو في حقيقة تحقيق الأمنيات، فإن ذلك لا يكون على حساب الشعب العراقي، إنما نفكر بتصحيح المسار، بتغيير الانطباع السلبي، بالحضور ممثلين عن شعبنا وليس ممثلين عن أحزابنا. اليوم لسنا أصحاب فضل على شعبنا،
بل الذي أوصلنا أو يعني يوصلنا إلى قبة البرلمان هو صاحب الفضل. لذلك لدينا مشروع حقيقة أن نعطي رسالة أننا خدام للشعب وليس حكام، أننا يجب أن نكون من أجل العراق، أن نكون في خدمة العراق، لا أن نجعل العراق في خدمة مصالحنا. البرلمان الفترة الماضية تحول إلى مكان لمصالح الأحزاب، اليوم يجب أن يكون مكان لمصالح الشعب، مصالح العباد والبلاد. ولذلك علينا التغيير. هناك حقيقة أخطاء كثيرة على كافة المستويات، على مستوى المجال التعليمي، على مستوى القضاء، الاستثمار، الإعمار، هيبة الدولة، الأمن. ولذلك نحن قادرون أن نغير المسار ونصح المسار، ولكن مع ذلك سوف نعاهد شعبنا بأننا سنكون ممثلين عنهم حقيقة وليس شعارا بل شعورا ومصداقية. وبالتأكيد عندما لا نتواصل معهم سنقدم استقالتنا للشعب، استقالة مفتوحة نقدمها للشعب في حالة التنصل عن وعودنا وعن مواقفنا، لكننا قلنا وفعلنا والشعب يثق بنا. طيب، يعني حضرتك طالب دراسات دكتوراه عليا في السياسة، ولكن يعني عرف كريم النوري من خلال يعني للمواطنين بشكل عام من خلال الحشد الشعبي، وهو تنظيم يعني جهة أمنية مسلح. هناك من يتخوف من أنه تبقى يعني لديكم السلاح والقوة من أبجديات التعامل وليس السياسة والدبلوماسية. بعض المتخوفين إذا كان لديهم الحق، لكن نحن نؤكد من خلال السلوك والفعل بأننا أولا قلنا اضطررنا لحمل السلاح، يعني حملنا السلاح اضطرارا. ولذلك عندما انتهى داعش ولم ينتهي الإرهاب ونمارس الدور السياسي، بالتأكيد سوف نزيل المخاوف من خلال أولا لا لعسكرة المجتمع العراقي، لا وجود للسلاح خارج إدارة وإرادة الدولة، أن يكون السلاح بيد الدولة حصرا. نعم، لهيبة الدولة، يجب أن تكون الدولة هيبة تحمل مستثمرين، تحمل القطاع الخاص. ونحن حقيقة ندخل الانتخابات بملابسنا المدنية وعقولنا المدنية وفكرنا المدني، ليس ببنادقنا. مرحلة البنادق انتهت، ولكن مع ذلك لو عاد داعش، لو عادوا عندنا ونذهب نقاتل هؤلاء، لأن باعتقادي الدفاع عن العراق أولى من البرلمان. طيب، لو سمحنا لداعش الدخول لا برلمان ولا حكومة ولا عملية سياسية. طيب سيد النوري، ولكن هناك من يقول من أنه العسكري عسكري والسياسي سياسي، ونحن يعني الكل رافع شعار مؤسسات الدولة، بمعنى لا يحق لأي أحد إن لم يكن ضمن الأجهزة الأمنية أن يرتدي الزي العسكري وأن يدافع. سلكت السياسة أنت سياسي، سلكت الجانب العسكري أنت عسكري. لا، هناك فرق بين مؤسسة عسكرية، ونحن ساندنا هذه المؤسسة العسكرية من خلال الاستجابة لفتوى بعد الفتوى، استجابة للفتوى واستجابة لنداء الوطن. ونحن باعتبارنا سياسيين لا يمكن أن نتفرج، ولدينا خبرة قتالية بحرب العصابات. أنا حقيقة لي مشاركة في الجبل والهور، والأخوة البيشمركة يتذكرون مناطق كثيرة كنا فيها، مرقسور، منطقة حياة، منطقة برزان، منطقة زيبار، مناطق كثيرة، وكذلك الهور العراقي، هور الجنوب. ولذلك عندما مارسنا الدور السياسي وشهدنا العراق ينهار، ليس من الحكمة أن نتفرج باعتبارنا سياسيين. من حقنا أن نحمل السلاح اضطرارا، ولكن عندما انتهت الأزمة بالتأكيد سنعود إلى واقعنا الأول وهو سياسي. أنا أشير إلى نقطة سريعة، نحن في بدر حملنا السلاح في زمن المعارض اضطرارا، لأن صدام حسين أجبرنا على ذلك، وبسقوط صدام أسقط الذرائع والمبررات عنا، ولذلك انتفى وجود السلاح، تحولنا من منظمة إلى منظمة مدنية بعد أن كنا بدر ربما تصور مسلح وبدل البندقية.
تخلينا عن السلاح في بداية السقوط، وقلنا يجب أن يكون السلاح بيد الدولة حصرا. ولذلك اليوم نفس الطريقة نقول نحن نتخلى عن السلاح باعتبار أساسا لسنا عسكريا، وإنما ساندنا المؤسسة العسكرية بخبرتنا وتضحياتنا، ومن حقنا أن نعود إلى الواقع السياسي. حقيقة اليوم احنا نزيل المخاوف لدى البعض، نعم، بأننا كنا وما زلنا جزءا منهم، وسندافع عنهم في البرلمان كما قاتلنا عنهم في الميدان. طيب سيد النوري، تركتم الحشد وترشحتم للانتخابات، ماذا لو يعني لا سمح الله، يعني أنا ما أريد أفهول، يعني ماذا لو لم تصلوا إلى البرلمان، هل ستعودوا إلى الحشد؟ لا، وبالتأكيد نحن أساسا أنا لا أتكلم عن المقاتلين في داخل هيئة الحشد الشعبي، هؤلاء مرتبطون بالقيادة العامة للقوات المسلحة وجزء من الأجهزة الأمنية، ينطبق عليهم ما ينطبق على القوات الأمنية، وهم أشبه بجهاز مكافحة الإرهاب أو الشرطة أو الجيش. لكن احنا نتكلم عن أنفسنا، عندما ساندنا الجيش والقوات المسلحة بالتأكيد نعود، وحسب الحاجة. إذا كان العراق بصراحة يحتاج إلى دمائنا وتضحياتنا وأفكارنا العسكرية، بالتأكيد هذا يقدم على كل شيء، يقدم على البرلمان. ولا سمح الله لو اليوم تعرض العراق إلى هجمة من داعش أو الإرهاب، بالتأكيد سوف لا نتفرج ونعود نقاتل، وأكدنا لو عادوا عدنا. طيب هناك يعني تغريدات لك على حسابك على الفيسبوك، يعني كنت تشتكي من الجيوش الإلكترونية، ولكن كانت هناك تغريدة لك قبل تقريبا 14 ساعة بالضبط، ذكرت فيها أن سراق ثروات العراق حشدوا جحوشهم الإلكترونية لإعادة انتخابهم، وهم لابد أن يحاكموا ويذهبوا للسجن لا أن يذهبوا للبرلمان، هل من تفسير؟ لا، واضح توضيح الواضحات من أشكل المشكلات. اليوم المواطن العراقي يعي أن هناك فاسدين وفاشلين أساءوا للتجربة من خلال الأنانيات، ولذلك نقول بصراحة هؤلاء الفاشلون بأموال العراق بنوا وأسسوا جيوش إلكترونية، ولم يؤسسوا جيشا للدفاع عن العراق في 2014. هؤلاء الفاشلون والفاسدون، وهم كثيرون، وإلا عدنا نزاهة وعدنا خلل وعدنا فشل تنفيذي، لكن أنا لا أستطيع أن أحدد جهة أو شخص، يعني أبتعد عن الشخص. أنا ونحن في حملة انتخابية هناك توصيات أنه يجب أن لا حقيقة أن نسيء للآخرين، لكن من حقنا أن نحذر من الفاسدين. اليوم علي أن أطرح مشروعي ولا أشوه مشروع الآخر. اليوم لدينا قوائم كثيرة، من حقنا أن نبدأ بطرح مشروعنا، أما البعض ينسى مشروعه ويشوه المشروع الآخر أو الشخصيات من خلال الجيوش أو الجحوش الإلكترونية الباطلة. نحن حقيقة نأمل من الجميع أن يتحلى بالأخلاق. هؤلاء حقيقة البعض منهم إذا حقيقة لا تفيده وثيقة شرف، لأنه لا شرف له، الذي يستخدم أسلوب التسقيط والتضعيف والجيوش الجحوش الإلكترونية، يعطي أموال هائلة للتسقيط، لكننا لا يهمنا ذلك. نحن أثبتنا لأبناء شعبنا بأننا المخلصون والصادقون والمضحون، ولذلك سنكون إن شاء الله عند حسن ظن شعبنا. طيب أستاذ كريم، راح أجيب لك السؤال بطريقة أخرى، يعني أسألك عن الحكومات، وهذا من حقك أن تنتقد الحكومات، يعني من حق الجميع أن ينتقد الحكومات بعد عام 2003 ولحد الآن، ما هو تقييمك لهذه الحكومات؟ طبعا احنا الحكومات بداية، حتى يكون حالة من الانصاف وعدم الاجحاف، هي حكومات يعني محاصصة، الاحزاب جميعها تشترك والقرار دائما هو مشترك، لذلك لا يمكن ان نحمل حزب او شخص المسؤولية، لكن بالتأكيد ايضا يعني صاحب القرار يتحمل مسؤولية ما.
أنا باعتقادي هذه الحكومات التي تشكل سواء المؤقتة أو الحكومات التي تلتها بالتأكيد كانت هناك إخفاقات، ولكن أيضا هناك بعض الإيجابيات. يعني لكل تجربة، لكل مرحلة لها ما لها وعليها ما عليها، ولها إيجابياتها وأيضا عليها سلبياتها، لها حسناتها وعليها سيئاتها. لذلك نحن نقول اليوم لا يمكن أن نحمل حزبا أو طرفا، يجب أن نعترف الحكومات المحاصصة هي التي جلبت الفساد، ونتمنى أن نغادر المحاصصة الحزبية أو الطائفية هي التي حقيقة أسهمت في هذا اليوم العزوف والمقاطعة والحقيقة الامتعاض والاعتراض الشعبي من القيادة. وإلا من الغريب مخرجات الديمقراطية في العراق ومخرجات الانتخابات تؤدي إلى عدم الرضا السياسي أو الانسجام الاجتماعي. نعم. في بداية الأزمة، يعني بعد 2006 أو 2004، بس بانتخابات 2006 كان حقيقة التعويل على التجيش الطائفي. نعم. ليس هناك مشروع وطني، التحشيد الطائفي كان هو سيد الموقف، ودفعنا ثمن ذلك، دماء سالت في العراق وسقوط أبرياء بسبب هذا التوجه إلى الشد الطائفي لتحصد الأصوات أو للتحشيد الطائفي. طيب. أما اليوم وبعد القتال مع داعش غادرنا الطائفية للأبد، ومن يريد عودة العراق للطائفية حقيقة سيدفع ثمن الموقف الشعبي. طيب أستاذ كريم، يعني أجوبتك كلها دبلوماسية، بس أنا راح أسأل سؤال مباشر جدا بحيث يعني محتاج الإجابة. هل ستتحالفون مع حزب الدعوة لتشكيل الحكومة؟ هل لديكم الاستعداد؟ أولا، كل التحالفات مع القوى السياسية هي مفتوحة، ولكن لا يمكن الآن أن نحدد أي جهة قبل نتائج الانتخابات والمعطيات والتحالفات القادمة ستكون وفق نتائج الانتخابات. اليوم لا يمكن أن نتحدث بصراحة بهذه الطريقة، للأمر لا يحتاج إلى تحليلات. التحليل في هذه القضية يؤدي إلى تضليل. أنا باعتقادي هناك بالتأكيد ستكون تحالفات، لكن مع من وإلى أين تتجه التحالفات هذا كله ما بعد الانتخابات سيتضح. تطمحون في حال حصولكم على يعني عدد يعني جيد من المقاعد، تطمحون إلى أن تكونوا رأس الحكومة؟ بالتأكيد كل حزب، كل قائمة عندما تقدم إلى الانتخابات وتحشد الأصوات لا تفكر أن تكون في طرف المعارضة. نعم، إذا لم تتفق مع المشروع أو مع البرنامج تختار المعارضة، لكن أو نعم إذا أكدوا على المحاصصة فأننا حقيقة لا ننساق وراء المحاصصة. بالتأكيد كل قائمة لديها طموح بأن تكون هي الأولى، والقائمة الأكبر هي المعنية بتشكيل حكومة. بالتأكيد لديها مشروع كبير لإنقاذ العراق مما هو عليه. هل لقائمة أو ائتلاف الفتح يعني أسماء مرشحة لرئاسة الوزراء؟ بالتأكيد كل ذلك يحسم بعد الانتخابات ومعرفة حقيقة حجمنا، معرفة قوتنا والأصوات. هذا الأمر حقيقة مفتوح إلى ما بعد الانتخابات. بالتأكيد سيكون لنا مرشح، يكون لنا رؤية، أو حتى مرشح الكتل الأخرى سيكون لنا موقف أيضا سواء إيجابي أو سلبي. نحن سنكون جزء من دراسة المشروع لكن بعد الانتخابات. إذن أستاذ كريم، يعني مستمرين يعني في هذا اللقاء الشيق، ولكن نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود.
عليك بالله وعليك مريض ضنايا، أهل أربلة ما تخير الذليل، وأبوهم راح بحرب إيران، ما أريد منكم بس والدي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وأكرر ترحيبي بالمرشح كريم النوري عن بغداد تسلسل 22 عن تحالف الفتح. أستاذ كريم، يعني هذا الفاصل كان فيه أغنية يعني ربما يعني تختصر مطالب العراقيين، وهي مطالب بسيطة جدا، هل صعب تحقيقها؟ أستاذ خالد، بالصراحة المؤلم إن مطالب شعبنا هي لم تكن مطالب مكلفة، هي ليس طموحات كبيرة، هي مطالب طبيعية لأي مواطن في كل دول العالم، في الصومال، في جيبوتي، في دول ربما متأخرة اقتصاديا، ومع ذلك لم تحقق إلى الآن. ثلاث دورات برلمانية، وإن أنا كنت أتجول يعني في مناطق حي الوحدة، النهروان، الباوية، الحسينية، حي النصر، حقيقة أتألم، هؤلاء هم الذين وقفوا بوجه داعش، استجابوا للفتوى، هم مدافعين عن العراق، لكن عندما تجد البيوت، الشوارع، أبسط شيء الشوارع غير معبدة، غير مبلطة، وتشعر أنه بعض البيوت وبعض المناطق عندما تكون خلل في محولة كهربائية الدولة تمتنع أو الحكومة تمتنع من إيصالها بحجة أنه الأمور ليس بأيدينا أو لم يكن لدينا فائض. هذه معاناة هي بالأساس يعني مسألة الكهرباء، الماء، الصالح للشرب، المجاري، التبليط. يا أخ والله هذه بإمكانيات سهلة، لكن مع ذلك مع الأسف، والشعب العراقي شعب عظيم، يعني عندما أنت تحاول حقيقة يعني تضرب مصالحه بالإهمال، فإنه لا يترك مصالح الوطن، يستجيب للوطن، يدافع عن الوطن، يكون حاضرا في الميدان، حاضرا في ميدان المطالب. لذلك أعتقد اليوم علينا أن نفكر أن نكون بمستوى حقيقة المواطن، معاناة المواطن، أن نعيش هذه المطالب، أن نعيش معهم. كل المناطق التي زرناها يجب العودة إليها بعد الانتخابات، لا يمكن أن نغلق التليفون ونبتعد عنهم ونتكبر عليهم. هم أصحاب الفضل ولسنا أصحاب الفضل، هم أهل الفضل والنبل الذي وقفوا معنا. لذلك نحتاج إلى وقفة حتى نعيد العلاقة المفقودة بين المواطن والبرلماني، نعيد حقيقة الثقة المأزومة. وأنا حقيقة نحن على ثقة بأننا سنغير ونصحح المسار، لدينا القدرة. أيضا ندافع عن كل العراقيين في العالم، هناك بعض المهجرين المهاجرين في دول العالم يحتاجون إلى وقفة، ندرس ظروفهم، أقامتهم، ومن حقنا أن ندافع عن كل العراقيين دون مجاملة لدولة أو أخرى. هذه من حقنا، العراقيون أهلنا في كل مكان في العالم. إذا كانت هناك بعض المعاناة
بعض حقيقة الإجراءات الإدارية الخاطئة بحقهم، يجب أن نتحرك، وهو لا حقيقة يجب أن نرعى مصالح الجاليات العراقية في كل دول العالم. نعم. ونحن واثقون بأننا سنلبي هذه المطالب سواء في داخل العراق أو خارج العراق. طيب، يعني أثناء حديثك عندما سألتك عن مشاكل العراق ذكرت من أنه الطائفية والمحاصصة كانت هي السبب، وأن حتى السياسي والعراقيون جميعا يعني استفادوا من هذه التجربة وهناك تغيير لهذا المسار، ولكن حديث يعني اذهبوا أنتم الطلقاء، هذا ما قاله الرسول الأعظم عند دخوله إلى مكة، هل هذا السلوك الراقي تم اتباعه عندما جاء المسؤولون بعد عام 2003 بالنسبة للبعثيين؟ لا، هو حتى نكون أكثر إنصافا، اليوم بعد سقوط النظام العراق شهد جرائم مجازر بحق الجميع، يعني ليس بحق مكون، في جميع المكونات هناك جرائم حصلت من قبل النظام. أولا أن نحدد أول مرة ثقافة التعميم ليس صحيحة، يجب أن نحدد المجرم والقاتل والذي يديه ملطخة بالدماء، هذا القضاء كفيله. أما بقية المواطنين أو أبناء من ربما كان جزء من النظام أو عوائلهم، يجب أن تكون لدينا رؤية مشروع وطني. هذا المشروع الوطني لا يعني التغاضي عن جرائم النظام السابق، هناك محاكم، هناك قضاء عادل، أنا أقول أتمنى أن يكون قضاء عادل وليس قضاء مسيس، وفي نفس الوقت أن لا نعمم هذه العقوبة أو نعمم الاتهام. يجب، وأنا أؤكد دائما، حتى وصول داعش إلى العراق هناك من تورط مع داعش بالحقيقة بالبندقية والكلمة، هذا حسابه على مستوى القضاء، لكن هناك أبرياء من أبناء مناطقنا الغربية، لذلك أنا قلت يجب أن لا يدفع أبناء المناطق الثمن مرتين عندما تركناهم بيد داعش، وأخرى عندما نتهم كل من يختلف معنا بأنه داعش، هذا ظلم. اليوم حقيقة نحتاج إلى مشروع وطني كبير، أما من يحتاج على الطائفية وعلى الثأر وعلى الانتقام وعلى الإجرام فأنه لا يبني وطنا. صدقني، بناء الوطن يحتاج تضحية، يحتاج خطاب وطني. ليس من الصحيح البعض يقول أن حتى أحصل أصوات خلنا نتكلم بالحس الطائفي وأثير الناس وأجج الأحقاد، هذا ليس صحيح. أنت تصعد إلى البرلمان بهذه الطريقة؟ طيب أستاذ كريم، يجب أن تكون الطريقة ديمقراطية برلمانية صحيحة. نعم، يعني أنا كمواطن يعني أجاهد، ضابط يعني أتخليه قائد فيلق أو قائد فرقة، وضابط تقطع راتبه، وهم اثنينهم كانوا بعثية، كيف تفسر هذا الشيء؟ لا، هو حقيقة اليوم أنا مو في الآن في سياق أن أكون قاضيا، لأن القضية تحتاج إلى قضاء عادل، وبصراحة اليوم يجب أن نكون عادلين. أنا اليوم مشكلة العدالة، عندما نفشل في منح العدالة لشعبنا أو لأهلنا فإننا حقيقة غير قادرين على تحقيق العدالة في العراق. أول خطوة أنه نبتعد عن الظلم، نحن ظلمنا سابقا فلا نريد أن نظلم لاحقا، يجب أن نواجه الظلم مهما كان، الظلم والفساد. أما أن أكون الآن كما ظلمت سابقا أظلم الآخرين، هذا ليس صحيح. ولذلك هنا نحدد حقيقة الرؤية. الآن عندنا في منهج علي بن أبي طالب الذي الأغلبية تدعي الانتماء إليه، ولذلك نحن بين الانتماء والادعاء تنكشف المواقف. الإمام علي عندما سئل عن حقوق الخوارج وأنه كيف تعطي لعوائلهم وهم قد واجهوك في معركة الجمل، قال كلمة بليغة مؤثرة: إن من طلب الحق فأخطأه ليس كمن طلب الباطل فأصابه. عندما رأى نصرانيا يطلب الصدقة امتعض وانتفض علي بن أبي طالب، قال استخدمتموه شابا
ثم تركتموه شيخا اعطوه من بيت المال. هكذا يتعامل مع النصراني مع اليهودي. لذلك هذا سلوك واخلاق، لكن هذا لا يعني التسامح والتغاضي ممن تلطخت يداه بدماء الشعب العراقي. حتى نكون عدالة، يجب أن ننتصر لدماء الشهداء، يجب أن نحقق حقيقة أيضا ذوي الشهداء في أعناقنا، لديهم حقيقة دين. والجرحى هؤلاء أبناؤنا، جرحى كل القوات المسلحة والحج الشعبي والشهداء أيضا. اليوم حقيقة حتى نحقق العدالة يجب أن نضحي ونتجرد عن المواقف الحزبية والمذهبية، وأن ننطلق للعراق. اليوم العراق لا يمكن أن يحكم بعقلية الطائفية، يجب أن يكون بعقلية الوطن، وأن نكون حقيقة عادلين مع كل العراقيين. شعاركم من التحرير إلى التغيير، خليني أسأل عن التغيير، كيف راح يكون التغيير؟ أسأل فقط عن الحشد الشعبي. الحشد الشعبي كيف راح يتم التعامل معه؟ يعني هناك قيادات أمنية، هناك ضباط خريجي كلية عسكرية، خريجي أركان، هم الأولى في إدارة هذه المنظومات، ولكن لحد الآن توجد أشخاص غير مؤهلين موجودين في الحشد وبمراكز قيادية. إحنا إذا نريد نبني دولة مؤسسات، هل هذا يعني شيء جيد؟ لا، وخلنا نفصل بالموضوع. أي. أولا، الحشد الشعبي ليس بديلا عن الجيش العراقي، بل ظهيرا وساندا. وبالتأكيد التجربة التي اكتسبها الشعب الحشد الشعبي، التجربة التي اكتسبها من المعارك وحرب العصابات، هي تجربة كبيرة وتجربة فريدة وتجربة وحيدة أيضا. لذلك لدينا الحمد لله تجربة وخبرة في إدارة الوضع، لكن هذا لا يلغي أهمية المهنية والدراسات العسكرية. وحتى القانون الذي أقر للحج الشعبي سيكون الحج الشعبي ضمن هيكلية فيها حقيقة كليات عسكرية، يعني بها ربما حتى درجات معينة. ولذلك المسؤول يجب أن يكون لديه خبرة، ومن لديه خبرة ميدانية طبعا. وأنا أعتقد حقيقة اليوم الحج الشعبي لديه خبرة، وهم الآن سندا وظهيرا للجيش العراقي، وهم جزء من تشكيلات القوات المسلحة، يدافعون عن العراق أسوة بإخوانهم الأبطال من الشرطة الاتحادية، من جهاز مكافحة الإرهاب، من الرد السريع، من الجيش العراقي بكل صنوفه. طيب يعني أيضا يعني كانت من ضمن شعاراتكم هو مكافحة الفساد، ولو هذا الشعار موجود عند كل القوائم، كيف ستكافحون الفساد حتى إذا ذهبتم إلى البرلمان ولم تستطيعوا أن تفعلوا؟ يعني حتى البرلمان الحالي بالتأكيد يعني فيه ناس مخلصون ويريدون أن يكافحوا الفساد، هل ستلجؤون للسلاح لمكافحة الفساد يوما من الأيام إذا اضطررتم؟ أولا، نحن بصراحة قلنا وفعلنا، ولا يمكن أن نكافح الفساد بطريقة الفساد، ولا نصحح بأساليب خاطئة، نصحح ونغير بأساليب ديمقراطية حضارية من خلال البرلمان، تفعيل دور النزاهة والاستجواب والمراقبة والإشراف. لذلك اليوم احنا عندما قلنا ذلك لم نقل ذلك على مستوى الشعار، قلنا ذلك شعارا وشعورا، قلنا ذلك قولا وفعلا. عندما كانت وحدة العراق مهددة بصراحة اليوم، ودب اليأس في نفوس العراقيين، وقفنا لحفظ وحدة العراق وإعادة الأمل والهيبة للعراق، طبعا بالإضافة إلى قواتنا الأمنية. لذلك اليوم عندما نعمل بالعمل السياسي ونحافظ على هيبة وحيادية الحشد مع القوات المسلحة أن تكون مرتبطة بالدولة العراقية بعيدة عن تأثيرات الأحزاب. أستاذ كريم، أنتم سيكون لنا دور بالتأكيد. نعم. أنتم تحاربون، يعني أنتم يعني حاربتم الإرهاب، الكل كل العراقيين يتفقون على أنه منبع الإرهاب في العراق هو الفساد. ما هو لو ما كان في فساد كانت الأجهزة الأمنية الموجودة في الموصل وغيرها كانت دافعت
وكفى الله المؤمنين القتال. أستاذ كريم؟ نعم أسمعك جيدا. نعم، يعني هذا سؤالي، الفساد هو منبع الإرهاب. صدقني بل هو أخطر من الإرهاب، الفساد هو الذي مهد للإرهاب، ولذلك معالجة الفساد هي أكثر تعقيدا وتحديا من مكافحة الإرهاب، بمعنى أنه داعش عدو واضح أمامك، استطعت أن تعبئ الشعب العراقي والعالم كله ضد الإرهاب، لا أحد من الدول العالم يفتخر بأنه يدافع عن الإرهاب أو يحمي الإرهاب، حتى الذي يدافع عن الإرهاب بالسر لا يقول بالعلن. أما الفساد هو الأخطر، بمعنى متغلغل داخل المنظومة الحزبية داخل المجتمع العراقي، لذلك يحتاج نهضة، يحتاج شجاعة، يحتاج تجرد. اليوم حتى الفساد، ليس هناك فساد إيجابي وفساد سلبي، هناك فساد محمود وفساد مرفوض، بمعنى الفاسد من كتلتي من حزبي غض يعني النظر عنه وغيره يجب أن أقاومه، لا، الفاسد مهما كان الذي معي هو يسيء لي، يسيء لرسالتي، فعندما يكون لدينا هكذا منطق وهكذا هذا التغيير، التغيير بمعنى نوقف الفساد، لا مجاملة بالفساد، لا مدارات للفاسدين، لا مجارات للفاشلين. نحن اليوم قلنا وفعلنا، وأنا أعتقد الآن ربما الفاشلون سوف يعبئون من جديد أدواتهم، نعم، وأساليبهم القذرة للتشويه والإساءة للأبطال الذين الآن حقيقة يجعلون البرلمان ساحة لتحقيق مطالب الشعب العراقي وضرب الفاسدين. نعم، رئيس ائتلاف الوطنية السيد اياد علاوي استنكر تدخل بعضهم في الشؤون الداخلية للعراق، خصوصا ما يتعلق بتصريح المستشار الإيراني على أكبر ولايتي بأنه لن يسمح للليبراليين والعلمانيين بالوصول إلى مجلس النواب. هذا فيما يخص يعني رأي رئيس ائتلاف الوطنية، رأيكم أنتم في الفتح؟ لا، القضية أولا دعنا ندرس التصريح، هل هو فعلا، ونحن فيه لسنا في صدد أن نتحدث أو ندافع عن أي دولة. نعم، اليوم يعني هناك آراء لكل دول العالم، الدول المجاورة آراء تمثل أصحابها لا تمثل موقفنا. على سبيل المثال اليوم لو قلنا أن الخلاف القطري السعودي قد أثر على القوائم السنية، هذا لا يعني تدخل قطر أو السعودية أو نحاول لا سمح الله الإساءة الوطنية أو القرار بأنكم اختلفتم بسبب الخلاف القطري السعودي. اليوم إذا كان سعودي أو أمريكي أو إيراني يدلي برأيه لا نتحمل ذلك، هذه وجهات نظر، ونحن نقول العراق احنا فقط. استاذ كريم، اريد فقط نوضح بعض الامور ونعطيكم المجال يعني حتى تبدون اراءكم حول هذا الملفات، لانه المواطن العراقي مل من انتخاب وكلاء بعض الدول، فاحنا محتاجين ان نسمع رايكم في هذا الموضوع. حقيقه اليوم لا احد وكيلا او ممثلا او يعمل بالنيابه عن اي دوله في العالم. نعم لدينا علاقات طيبة مع الجميع، ووقفت معنا بعض الدول في مواجهة داعش ودعمت العملية السياسية مثلا، بالتأكيد اليوم نحترم هذه الدول، لكن لا نسمح لأي دولة التدخل في الشأن العراقي، أي دولة مهما كانت، حتى الدول التي دعمت العراق دعمت في حدود مواجهة داعش، ولكن هناك من يحاول الإساءة للتضحيات العراقية والبطولات من خلال اتهام أو توصيف بعض الأبطال بأنهم تابعون لدولة معينة أو ينفذون مثلا أجندة لدولة معينة، هذا إساءة لتضحيات الشعب العراقي، إساءة للشهداء. اليوم شهداء العراق هم أكثرهم يذهبون إلى مقابر العراق، يعني اليوم وادي السلام ممتلئة بالشباب الذين
دافعوا عن الموصل عن بار، فالدماء هي عراقية، لا يمكن أن نتبرع ونهدي النصر لأي دولة في العالم. نشكر الدول التي وقفت معنا، لكن لا يمكن أن نتبرع بالنصر لأحد. واليوم حقيقة نحن ضد من يحاول، ضد كل من يحاول تحقيق مصالح الدول الأخرى على حساب مصالح العراق. مصالح العراق أولا وثانيا وثالثا وعاشرا، وبينما تدور مصلحة العراق ندور حولها. نعم نحترم الدول الأخرى، نحترم الدول الإقليمية، لكن ليس على حساب مصالح شعبنا. المصالح الشعبية، مصالح الوطن، الأمن الوطني العراقي، الأمن القومي العراقي مقدم على كل يعني مصالح الدول. يعني أستاذ كريم، هل سنشاهد في الفترة القادمة التي يأمل الجميع أنها تكون فترة تغيير ونظام ودولة، أن يحاسب كل من يعلن ولاءه صراحة؟ وهناك تنظيمات تعلن ولاءها للجهاد، هل سنشهد معاقبة كل من يتجرأ على إعلان ولائه لغير العراق؟ نشهد بشرط أن يعلن الشعب العراقي، الشعب هذا الشعب العظيم، أن يعلن موقفه للشرفاء الذين يدافعون عنه، ليس للسارقين، ليس للفاشلين، ليس للفاسدين بأي معنى، ليس على مستوى القرابة أو الصحابة أو المنطقة. يجب أن نتخلى عن ذلك. واليوم الشعب العراقي يوم 12، اليوم حقيقة يوم 12 بالشهر القادم سيكون له موعد كبير مع التغيير. ولذلك نقول بصراحة لا نستطيع أن نتحدث اليوم عن آمال كبيرة، لكن بالتأكيد نستطيع القول أننا قادرون أن نحدث على الأقل تغيير. هسه مستوى التغيير إشقد ما أدري، هذا يبقى إن شاء الله أمام الشعب العراقي الشريف، هو الذي سيحدد ذلك، وهو الذي سيصفع الفاسدين والفاشلين إن شاء الله من خلال صناديق الانتخابات. نعم، أنتم في ائتلاف الفتح يعني ائتلاف كبير، تأملون أن تحصدوا يعني مقاعد كبيرة، تطمحون أن تشكلوا الحكومة، لكن ما هي رؤية ائتلاف الفتح لملف إقليم كردستان العراق وحكومة المركز، هذا الخلاف المستمر؟ أولا كل القوائم والكتل تطمح إلى ذلك. نعم، ولذلك دخلت انتخابات وعبأت الشارع وقدمت الدعاية الانتخابية. لكن بالتأكيد الإقليم هو جزء من العراق، ولا يمكن أن يحل بالأمزجة السياسية وليس بالتوافقات الخارجية أو الرغبات الشخصية. الدستور هو الحاكم لحل الأزمة ما بين الإقليم وبغداد والمركز. ليس من الصحيح الاستحواذ على مناطق بأي عنوان. ونقول بصراحة اليوم يجب عودة العلاقات القوية، والحكومة الاتحادية تحمي الإقليم بدون استقواء بالخارج. ولذلك نحن نحتكم إلى الدستور، ولا يمكن أن نكرس الخطاب العنصري أو الطائفي في حل الأزمات أو من أجل حصول الأصوات بهذه الطريقة. فإننا نشعر أننا يجب أن يكون العراق واحد. وبصراحة اليوم كردستان قوته، وليسمع الأخوة في الإقليم، كردستان قوته بالعراق. والله العظيم وأنا واثق أن الإقليم في هذا الواقع الإقليمي لا يستطيع الانفصال، وسيكون الانفصال انتحارا اختياريا للإقليم. وأنا على ثقة بأن قوة الإقليم وحيوية الإقليم وازدهار الإقليم واستقرار الإقليم هو بالعراق والبقاء مع العراق. شكرا للمرشح كريم نوري عن بغداد، تسلسل 22 عن تحالف الفتح، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، إلى اللقاء.